ومعنا في الاستديو سيد احمد والبابا المدير الناشر لموقع سبور ريم، اهلا وسهلا بك. اهلا بك حياك الله. يعني بعد خساره الذهاب منتخب المرابطون يخسر مجددا في مباراه الاياب على ارضه وامام جمهوره، يعني ما تعليقك على هذا؟ هي خساره غير متوقعه، المنتخب الموريتاني كان الاقوى والافضل والاكثر تمسكا بالكره هذا المساء، ولكن النتيجه كانت لصالح المنتخب الكاميروني، استفاد من الخطا الدفاعي الذي وقع في الدقيقه 29 واستطاع مهاجمه سالي ان يختطف هدف الفوز. بعد ذلك استطاع المنتخب الموريتاني ان يعيد ترتيب صفوفه وان يمسك زمام الامور، ولكن قدر الله وما شاء فعل. في الدقيقه 69 طرد مدافعه مصطفى جاو، وهو نتيجه للعنف كما قال برر بذلك الحكم، وعلى الاقل اعتمد في حيثيات قراره، ولكن هذه طرد مصطفى جاو كان نقطه تحول في المباراه. كنا في لحظه دقيقه 69 تحديدا 68 في حاله هجوم كبير جدا على منطقة 18 بالنسبة للطرف الكاميروني، وكنا على وشك أنه سجل التعادل، ولكن المباراة فعلا شهدت حالة غريبة جدا بعد طرد اللاعب. انهارت معنويات اللاعبين، هم بدأوا يتراجعون إلى الخلف شيئا ما، رغم الاندفاع الذي طرأ في الدقائق الأخيرة عندما دخل الحسين والعيد، لأنهم كانوا يخشون من أن تتحول المباريات إلى نتيجة أثقل مما وقع اليوم. طيب أنت تعلم أن منتخب المرابطون هو عائد من تدريب بإسبانيا، برأيك ما أبرز الأسباب التي جعلته يعني يخسر أمام؟ أنا أعتقد أن الخسارة كانت لها ثلاث أسباب على الأقل في وجهة نظري. إحنا نراجع حساباتنا الداخلية، الأول أن مدرب المنتخب الموريتاني كان خائفا، كما اللاعبين كان خائفا جدا من منتخب الكاميرون، وبالتالي لم يلعب المباراة بالعقلية التي كان ينبغي أن يلعب بها. أدخل بعض اللاعبين مثل تقي الله الدنا بدلا كان الاولى ان يدخل الحسن والعيد، ولكن لم يستطع ان يغامر بالحسن والعيد في مباراه مصيريه كهذه، وبالتالي اختار عامل الخبره بدلا من عامل المهاره والجاهزيه. وقد اوضح سير المباراه ان الحسن والعيد كان الافضل وكان الاولى ان يدخل المباراه من شوطه الاول، لانه دخل في الدقائق الاخيره تغيرت مجريات اللعب في المباراه. كذلك غاب عن 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 حساباته اليوم لاعب الارتكاز، لاعب الدفاع الاخر القوي هو حمزه جوار، لانه رغم الاداء الجيد في مباراه اسبانيا امام الجابون الا انه لم يستطع كذلك ان يجازف به، وبالتالي ادخل مصطفى جاو. مصطفى جاو هذه المره الثانيه يفعلها في المنتخبات الوطنيه، يخرج في منتصف المباراه تارك المنتخب يلعبه 10 لاعبين، فعلها امامنا في كتيف امام الشباب، والان يعيدها في امام المنتخب الاول في مباراه لا تحتمل هذا النوع من الاخطاء، وبالتالي انت تقتل منتخبك حين تخرج من منتصف الشوط الثاني بهذه الطريقه التي شاهدنا اليوم. المساله الاخرى انه تاخر جدا في ادخال مختار لاعب الكونكورد، وهو لاعب شاب وصاحب افضل تقريبا تهديف داخل الدول الموريتانية رغم الشوسره التي وقعت في المباراه الاخيره، وبالتالي لم يستطع اخراج اسماعيل داكيتي رغم انه كان طيب يمكن يخرج في الشوط الثاني. يعني هل تعتقد ان المدرب المرابطون يعني مارتينز كان يمكن ان يلعب بتشكيله كانت لديه تشكيله افضل من هذه في اللعبة؟ كانت لديه تشكيله افضل من هذه، ولكنه خاف، هو اعتمد عامل التجربه اكثر من عامل الخبره والجاهزيه، وبالتالي كما قلت لك ضيع فرصه تاهل حقيقيه كانت امام المنتخب الموريتاني اليوم امام الكاميرون. كنا الافضل طيله المباراه، كنا الاكثر تمسك بالكوره، الكاميرون سجلت من خطا واحد، لم تهدد مرمانا بعد ذلك اطلاقا، نحن هددنا مرمى الكاميرون اكثر من مره، العارضه حالت دون تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب المتميز جدا المدافع المنتخب بعبدول، وكذلك بيجيري اتيحت له فرصه وبسام وغيرهم، ولكن العامل الخبره الذي اعتمده مدرب المنتخب الموريتاني حرمنا فعلا من التاهل، لان لدينا لاعبين جاهزين، لدينا لاعب شباب كان ينبغي ان يعطيهم الثقه اللازمه وان يشركهم في المباراه، ولكنه لم يفعل ذلك. انا اتحدث طيب إيه؟ عن الحسن والعيد، اتحدث عن بلاي، اتحدث عن جوار. طيب وبالتالي انت تعرف ان في لاعب تعرض للطرد يعني مصطفى جاه، يعني الى اي حد اسهم هذا في القضاء على معنويات روح الاداء في المنتخب؟ يعني هل كان بالفعل هل كان يعني بالفعل يستحق الطرد برايك؟ انا كما قلت لك احنا نلعب مباراة أمام الكاميرون بما تعنيه ذلك من خشية كل الحكام الذين يديرون المباراة أمام الكاميرون من القرارات التي يمكن أن تنالهم إذا تصرفوا تصرف لا يرضي، وهذا معروف عالم الكرة حتى لا أدخل في التفاصيل، ولكن مصطفى جاو أخطأ جدا في تصرف هذا المساء، كما قلت لك هي المرة الثالثة التي يفعل هذا ما يخرج وهو يبكي. كان الأولى أن يحافظ على ثقته بنفسه، أن لا يحافظ على الأداء الجيد الذي قدمه، ولكنه كان يعني من ناحية تحكيمية الطرد يعني منطقي تجده منطقي يعني لا يمكن أن نحمل التحكيم أكثر مما تم، نحمل أنفسنا أولا، كان لدينا منتخب قوي، لدينا منتخب لديه القدرة على التعديل وربما الفوز. في لحظة من اللحظات خان جاو التفكير فتسبب في حالة طرد
هو دفع ثمنها والمنتخب اعتقد انه دفع ثمن طرد خروج داوود. طيب ماذا اذا بعد خسارتي الذهاب والاياب الان هل لا زالت امال لدى المنتخب للتاهل برايك؟ هي امال ضعيفه، نحن الان امام جنوب افريقيا سنلعب امام ارضها وجمهورها، نامل ان شاء الله ان نعيد التجربه وان نفوز عليها لكي ندخل في حسابات افضل ثاني في التصفيات، وهو خيار صعب جدا، ولكن في كره القدم انت تلعب حتى ولو تكون الحظوظ أمامك بالحجم الذي كان أمامنا مساء اليوم. نحن ضيعنا التأهل، كان بإمكاننا أن نتأهل، كانت لدينا تشكيلة رائعة، كنا الأفضل من الكاميرون بكل المعايير هذا المساء، كان لدينا منتخب قادر فعلا على صناعة الفرحة، وأعتقد أننا استمرينا في هذا النهج، ولكن قدر الله وما شاء فعل. هي كرة القدم. طيب حظ أوفر، حظ أوفر إن شاء الله لمنتخب مرابطون. سيد أحمد والبابا المدير الناشئ لموقع سبوريوم، شكرا جزيلا.